اليوم الحلقة مكرسة بكل دقائقها على رحلة منتخبنا الكروي بالتصفيات الحاسمة والمصيرية المؤهلة لمونديال الدوحة، ومستوى مشاركة المنتخب من خلال الأدوار الأربعة السابقة، إضافة إلى متابعة واستطلاع عن ما مدى مستوى تحضيرات منتخب أسود الرافدين وما مطلوب قبل الدخول بالمواجهتين المنتظرتين لنا أمام المنتخبين السوري والكوري الجنوبي. هذه القضايا وأخرى سنقدمها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور المنتخب الأول بكرة القدم ومشواره بالتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى المونديال القطري. فقد أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موافقة نظيره الدولي فيفا لحضور الجماهير لمباراتي منتخب أسود الرافدين مع منتخب سوريا وكوريا الجنوبية المقررتين في العاصمة القطرية، مع التقيد بالإجراءات الصحية المعمول بها وبالتنسيق مع الجانب القطري. وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره السوري في 11 من هذا الشهر في إطار منافسات المجموعة الأولى قبل أن يواجه كوريا الجنوبية في 16 من. ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير برصيد 30 نقاط. في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الطواقم التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الخامسة للتصفيات، وسيقود المباراة طاقم تحكيمي بحريني بقيادة نواف عبد الله حكم ساحة، ومحمد جعفر حكما مساعدا أول، وعبد الله صالح حكما مساعدا ثانيا، والكويتي أحمد العلي حكما رابعا، والياباني تورو مقيما للحكام. مشاهدينا الكرام، ما زال الشارع الرياضي والإعلام والوسط بشكل عام منشغلين بمنتخبنا الذي أصبح موقفه صعبا بالمجموعة، خصوصا بعد مباراتنا الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، وهذا ما جعل مشاركة المنتخب تبدو أكثر سوءا وتعقيدا جراء تداعيات هذه النتيجة وهذه المواجهة التي يعني لم نجني منها بانتهائها سوى 3 نقاط من أصل 12 نقطة. وحقيقة كل المعطيات تشير إلى أن الفرصة تعتبر ضئيلة جدا لبقاء المنتخب يعني ضمن إطار المنافسة، لكن بالمقابل وبلغة الأرقام والحسابات الدقيقة فأن الوقت أيضا ما زال سانحا، ومن الممكن نتيجة مباراة واحدة تغير موقف وترتيب المنتخب بمجموعته، وهذا بالتأكيد يتوقف على عمل سليم ووضع حلول مناسبة ودقيقة لتصحيح المسار، بالإضافة إلى ضرورة عودة مستوى اللاعبين وبذل كل ما لديهم من جهد وعطاء وعدم التفريط بأي نقطة خلال المباريات المقبلة بالتصفيات من أجل العودة إلى أجواء المنافسة الحقيقية بين منتخبات مجموعتنا الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. مشاهدينا، من أكثر الصور حضورا في المشهد الكروي بعدما أسفرت عنه مسيرة المنتخب من معطيات هي المطالبات بإجراء تعديلات على يعني شكل المنتخب فنيا وإداريا وعلى مستوى العناصر، إضافة إلى البحث في خطط طويلة الأمد لعملية البناء الكروي، خطط تستهدف جميع مكونات المنظومة الكروية وفق رؤى علمية ممنهجة بالاستفادة طبعا من السلبيات الحالية.
سنستعرض من خلال تغطيتنا لهذا الموضوع آراء كثيرة، ونتعرف على انطباعات مختلفة من أهل الشأن والاختصاص حول مشاركة المنتخب بالتصفيات. الكابتن سعد عبد الرحيم ووجهة نظر مهمة في الوقفة التالية، خلينا نتابع. الحقيقة لو تكلمنا على مسيرة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال قطر 2020، ابتداء بمباراتنا مع كوريا وانتهاء بالمباراة مع المنتخب الإماراتي الشقيق، حقيقة يعني نتائج مخيبة للآمال ولم تلبي الطموح الشارع الرياضي بكافة قطاعاته وفئاته ومؤسساته على مستوى القيادة الرياضية وعلى مستوى المؤسسات الرياضية وحتى بالنسبة للمعنيين بشأن الرياضي. خيبة الأمل كانت على مستوى النتائج وأيضا على مستوى الأداء، سواء الأداء الفردي أو الجماعي، وأيضا على مستوى القيادة الفنية والإدارة التدريبية بالنسبة للمدرب. مستوى النتائج طبعا لم نحقق سوى 3 نقاط من 4 مباريات، بما يعادل انه فوز 1 و3 خسارات. وايضا مستوى الاداء كان ضعيف بالنسبه لقسم كبير من اللاعبين، وايضا مستوى القياده الفنيه بالنسبه للمدرب ادفوكات في كثير من الاخطاء اللي رافقت المباريات. طبعا هذا يعني متاتي من اسباب احنا ذكرناها في اكثر من مكان واكثر من مجال، وهي مسألة التعاقد السريع مع المدرب وتغيير المدرب الكاتانيت، إضافة إلى ذلك عدم تواجد المدرب بصورة مستمرة والوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، الاعتماد على آراء المساعدين التي قد تصيب وتخيب في أكثر من المناسبة. إضافة إلى ذلك نلاحظ الخط البياني والرسم البياني بالنسبة لفريقنا هو في هبوط مستمر وليس في تصاعد من مباراة لأخرى، أيضا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى الأداء. يعني المؤشرات كلها تؤكد على أنه ليس هناك أي تحسن أو تطور بالنسبة لمنتخبنا. أما فيما يخص أنه ما هي الحلول أو ما هي الحلول الواقعية والإمكانيات اللي يظهر فريقنا بصورة أفضل، فأعتقد أنا من وجهة نظري المتواضع هو التعامل بواقعية مع ما محيط بالمنتخب الوطني من حيث يعني تعامل مع الأدوات وقدرات وإمكانية اللاعبين المتوفرة، محاولة استخراج أفضل ما يمكن من أداء بالنسبة للاعبين، التركيز على نقاط القوة وتعزيزها، وأيضا محاولة التغلب على نقاط الضعف التي قد تكون متواجدة بالنسبة للاعبينا وفريقنا كفريق جماعي. أعتقد نقاط 3 مهمة يجب التركيز عليها. أولا هي مسألة اختيار العناصر بصورة صحيحة، إضافة إلى ذلك تحديد الأسلوب، إضافة إلى ذلك أن تكون هناك واقعية في الفلسفة التدريبية. جانب مهم أيضا يفترض أن نوليه اهتمام كبير إلى هو الجانب النفسي والجانب الذهني، خصوصا بعد تعرض لاعبين منتخبنا الى ضغط نفسي شديد على خلفيه سوء النتائج التي رافقت مسيرته. رفع الضغط النفسي هذا شيء مهم، وهذا الضغط تولد طبعا من الاعلام وايضا من الشارع الرياضي وكل المعنيين ايضا في القطاع الرياضي. اعتقد مساله تجهيز الفريق على الجاهزيه الذهنيه والجاهزيه النفسيه سوف تلعب دور كبير في اعطاء نتائج أفضل من المرحلة الماضية. مشاهدينا، لابد من التركيز على الاستحقاق المقبل المتمثل بتصفيات كأس العالم، ولابد من الحديث والاهتمام بالفترة الحالية يعني بجاهزية منتخبنا، فضلا عن التذكير بهذه المرحلة الزمنية القصيرة المتبقية من عمر التصفيات، خصوصا بعد التجارب المؤلمة بالأدوار السابقة التي مرت علينا وعلى كرتنا العراقية. نريد التركيز والحديث
على ما آلت إليه تلك اللحظات السيئة لكي يعي المعنيين على إدارة وشؤون الكرة بحجم المسؤولية، ويوضح لنا صيغة العمل المتبعة والنهج العام الذي سيطبق، وما هي يعني الآلية والاستراتيجية التي ستتبع مع مسيرة المنتخب بالاستحقاق الحالي. لابد أن نستفاد من أخطاء الأدوار السابقة، لابد أن نتنازل قليلا يعني عن الكبرياء، ونبحث ونستشير يعني من أجل تصحيح الخلل إن كان فنيا أو إداريا أو على مستوى اختيار العناصر، الذي بطبيعة الحال يعني أثر بشكل كبير على مستوى ونتائج وسمعة الكرة العراقية. إذن مستمرون في محورنا هذا عن المنتخب كرة القدم وحظوظه في التصفيات الحاسمة. فالكثير يرى ضرورة العمل الجاد لوضع حلول مناسبة ودقيقة لتصحيح المسار، وضرورة بذل اللاعبين كل ما لديهم من جهد وعطاء، وعدم التفريط بأي نقطة خلال المباريات المقبلة. هذه وقفة أخرى مع انطباعات وآراء رياضية مختلفة حول مشاركة المنتخب بالتصفيات. خلينا نتابع. يعني احنا متفقين هناك عجز هجومي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. طبعا احنا يعني ما نحمل كل العبء على المدرب، لانه تدرون احنا يعني الفترة القصيرة للمدرب هي اللي اوقعتها في الخطأ. المدرب لا يمتلك اي دراية كافية عن اللاعب العراقي، عن فرق المنطقة. احنا علينا بصراحة نكون نصارح الجمهور، يعني هل هذا الفريق المنتخب العراقي يستحق ان يتأهل لنهائيات كأس العالم عطفا على اداء اللاعبين المتواضعة؟ انا اعتقد المباراتين القادمة اذا ما قدرنا نحصل على 6 نقاط، اعتقد الان الامور تتعقد اكثر. فوز في هذه المباراتين راح يخلينا في دائرة المنافسة، ويرجع الفريق ويرجع الثقة بين الجمهور وبين المنتخب العراقي، خاصة بعد فقدان هذه الثقة، ويعني اصبح هناك نوعا ما من القلق من قبل جماهيرنا على مستوى المنتخب العراقي. اتمنى انه المدرب أدفوكات ولاعبين المنتخب العراقي يعون المسؤولية الكبيرة على عاتقهم، وأنه يخرج من هذه المباراة بنقاط 3 إن شاء الله. متواصلون مع مشوار منتخبنا الوطني الذي يخوض غمار التصفيات المصرية الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة. فتداعيات مبارياتنا الأربع أسفرت عن متغيرات عديدة، ومنها هبوط خطير في الأداء والنتائج. فهذه الأزمة خلفت وراءها أكثر من علامة استفهام وتعجب. وإذا ما أردنا التمسك بخيط الأمل، فعلينا توظيف أفكار كثيرة تخدم المستوى الفني العام للمنتخب قبل الدخول في المواجهات المقبلة. تفاصيل أكثر في القراءة التالية. نتابع. حديث وإشارات وهمس هنا وعتب وانتقاد هناك، وتساؤلات حائرة تنتاب الكثير من الجماهير والرياضيين تبحث عن إجابات واقعية بعد سلسلة الإخفاقات التي رافقت لقاءات منتخبنا الوطني بكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، والتي تعد من أسهل الفرص التي أتيحت لنا للتأهل حتى الآن، لينقسم المشهد الكروي بين أطراف متعصبة لا تتفق على رأي ثابت، وبين رأي آخر يدعم الفوضى الحالية لغايات غير معلنة، وبين طرف معتدل أو باحث بوسطية عن الحلول. باعتبار أن الحالة ليست غريبة، فهي انعكاس طبيعي لواقعنا الرياضي المؤلم. كل ذلك جراء تدني النتائج وتراجع الأداء وعدم الاستقرار لمنتخب أسود الرافدين الذي يحتل المركز الخامس قبل الأخير ب3 نقاط من 4 مباريات في ترتيب المجموعة الأولى، وبانتظار أهم مواجهتين له لتحديد موقفه النهائي من مشوار التصفيات، عندما سيلاقي سوريا وكوريا الجنوبية في العاصمة القطرية الدوحة تواليا في 11 و16 من هذا الشهر. وما بين هذا الطرف وذاك، وما بين رغبة الطامحين بالوصول إلى أبعد نقطة في تصفيات القارة الصفراء، ربما هنالك خيط أمل سيتشبث به الجميع
بعيدا عن الأدوات شبه الصالحة أو تنظيم اللعب أو التكتيك. فخيط الأمل المتبقي بعد سلسلة الإخفاقات التي رافقت مسيرة التصفيات أن يتسلح لاعبون بروح الحماس والتحدي التي دائما ما تغير المعادلات في بعض الأوقات، لا سيما أن الأسود تعيش على فرصة وليس على تخطيط مسبق. ورب سائل يتساءل هل هذا حل منطقي وواقعي أمام دراسة واستراتيجية وعلم يطبق في كرة القدم الحديثة؟ فبالتأكيد لا، ولكن يمكن الاستفادة من هذه الجزئية من باب التفاؤل والعاطفة والتعبير الوجداني عن أصالة الانتماء للوطن التي نأمل أن تترجم داخل الملعب وتكون عاملا يسهم في قلب كل التوقعات. بالتأكيد الخاسر الأكبر هو المنتخب أولا والكرة العراقية ثانيا، يعني هذا المنتخب الذي يعيش فعلا أزمة حقيقية تعتبر نتاجا واقعيا لتخبطات في المنظومة الكروية بشكل عام. بالتالي هذه الأزمة وتلك أثرت سلبيا على مستوى النتائج وعلى المستوى الفني العام، وصولا بالدرجة الأساس إلى غياب الهوية والاستقرار والثبات. سنعود مرة أخرى إلى تكملة حوارنا مع الرياضيين والزملاء وكيفية البحث عن حلول واقعية تخدم مسيرة المنتخب بالمرحلة المقبلة. نتابع الآن ما هو الحل، ما هي الأسباب وما هي الحلول. الأسباب كثيرة، الأسباب التي أدت إلى خروج منتخبنا بهذه الصورة أسباب كثيرة جدا، منها تغيير المدرب في وقت حساس، المدرب السابق أعني، ومنها عدم منها تهميش الكفاءات المحترفة في الخارج، ومنها وجود لاعبين غير مؤهلين لتمثيل المنتخب الوطني في الفترة الحالية، وجود لاعبين بدون أندية، وجود لاعبين أساساً أعمارهم تجاوزت الحد المعقول وبالتالي عطاءاتهم قلت، إضافة إلى عدم قدرة المدرب على تفهم أو عدم قدرته على معرفة طريقة أو أسلوب لعب اللاعب العراقي وإمكانياته وقوة تحمله. هناك أسباب كثيرة تراكمت، كان لابد من إيجاد معالجة. المعالجة تتمثل في المعالجات الآنية، تتمثل في إبعاد عدد من العناصر الغير قادرة على الإنتاج، الغير قادرة على دعم المنتخب فنيا، و علاجات أخرى منها إجراء تغييرات في الجانبين الإداري والفني، منها إجراء عملية تحديث لصفوف المنتخب بالاعتماد على منتخبات الفئات العمرية الأخرى. لدينا لاعبين جيدين في المنتخب الأولمبي يمكن ترحيل قسم من عندهم لدعم صفوف المنتخب الأول، مثل اللاعب زيدان إقبال، موهبة كبيرة وموهبة مهمة، يجب التركيز بشكل أساسي على اللاعبين المغتربين المؤسسين بطريقة صحيحة العاملين في الدوريات الخارجية، وللحفاظ على آخر ما تبقى من الفرصة. نعم لدينا فرصة في التنافس على المركز الثالث على الملحق الآسيوي، والسبب أنه ظهور منتخبات سوريا والإمارات ولبنان والعراق بنفس المستوى، لا يوجد فارق كبير بالنقاط بين هذه المنتخبات. حتى المنتخب الكوري بإمكان منتخبنا لو تدارك الأمور وحققنا نتائج إيجابية في المباريات المتبقية بإمكاننا أن ننافس على البطاقة الأخرى، أو على الأقل يعني ننافس على البطاقة على بطاقة الملحق نصف البطاقة الآسيوية. لدينا بطولة العرب في قطر في نهاية الشهر المقبل، لدينا أيضا بطولة الخليج في العام المقبل، لدينا بطولة أمم آسيا
سنة 2023، وكل هذه الأمور تحتم على المقائمين على أمور المنتخب بإجراء تعديلات جوهرية، لا حتى وإن خرجنا من التصفيات، حتى وإن خرجنا من بطولة العرب، يجب أن لا نفقد الفرصة في بطولة أمم آسيا، هي لا تقل أهمية عن بطولة كأس العالم. وبالتالي على منتخبنا، علينا أن نبني منتخب قوي قادر على المنافسة في الفعاليات الكروية التي يشارك بها. هذه المشاركة ربما قد تكون انتهت، قد تكون انتهت بالفعل نظرا للمستوى الضعيف الذي ظهر عليه لاعبونا، لكن المشاركات الأخرى لم تنتهي، ويجب أن من الآن نعد العدة ونشرع بعملية بناء البناء الكروي التي تعتمد على الأسس الصحيحة، الأسس المنهجية العلمية، بدون الاعتماد على عناصر تم تجربها لفترات طويلة ولم تكن مقنعة. بالحقيقة دائما ما نسعى مثل هكذا ظروف بأن نكون مساهمين في إيجاد حلول منطقية، ونختار العبارات التحفيزية والتعبوية التي للأسف هي بالأصل ليست رئيسة، على حساب الثوابت والأسس والمقومات الفنية الضرورية. وفي حال استبشرنا خيرا بقادمي الأيام وتمسكنا بالأمل وقلنا نعم أن المهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، ونحاول تهدئة الوضع العام المتكهرب، فبالمقابل هنا يجب على القائمين بشؤون وشجون الكرة أيضا يساهمون بالتحرك نحو الإصلاح والسعي بقوة وبحكمة لتغيير هذا الواقع المؤلم، والمساهمة بعودة شخصية المنتخب وعودة هويته الحقيقية. وهذا الأمر يتطلب معالجة فورية، يعني بمعية المدرب أدفوكات والتحرك الجاد لتصحيح بعض مراكز المنتخب، إضافة إلى استقطاب بعض اللاعبين البارزين من المحترفين أو من الدوري الممتاز وإضافتهم للفريق، لا سيما في الخط الهجومي، هذا الخط الفعال الذي نراه فعلا بحاجة ماسة إلى اكتشافات جديدة. نحن نعلم أن الجهاز الفني لا يستطيع تبديل الفريق بالكامل في هذا الوقت الحرج، ويعتبر يعني حلا غير صحيح لضيق الوقت، لكن نطمح أن يكون التغيير جزئي وبنفس الوقت يكون جادا ومدروسا وفعالا لتعزيز صفوف الفريق في مواجهاته المقبلة. مشاهدينا، بالتأكيد لا نعلم ما تخبئه الظروف وما تضمره المفاجآت التي نتمنى أن تكون سعيدة مع رحلة أسودنا فيما تبقى لنا من مواجهات لكي نكمل المشوار بنجاح. لا نريد أن نشهد يعني حالة من الفوضى لعمل غير صحيح للمنظومة الكروية فيما تبقى لنا من مواجهات. مشاهدينا، من باب التفاؤل والعاطفة والضمير الوطني الخالص، سنبقى نمني النفس بأننا قادرين على قلب كل التوقعات، ولكن يعني هل هذا حل منطقي وواقعي أمام نهج وتخطيط وعلم يطبق في عالم المستديرة؟ ربما يقبل وربما لا، لكن الأهم بالأمر بأن المنتخب لا ينسى بأننا جزء من هذا الطموح والتحدي الصعب، وأن لا ينسى بأن لدينا أيضا ثقافة وفكرا وإرادة ورغبة بالوصول إلى مونديال الدوحة. ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.